عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أول تمرين من تمارين درس قانون أوم للسنة الثالثة ثانوي إعدادي. إذا لنبدأ على بركة الله التمرين. التمرين يقول: نطبق بين مربطي موصل أومي توترا قيمته 9 فولت، فيمر فيه تيار شدته 75 ميلي أمبير. إذا لاحظ معايا، هنا عندنا جوج ديال المعلومات أساسيين. المعلومة الأولى اللي الوحدة ديالها اللي هي يعني واحد المقدار اللي الوحدة ديالو فولت، إذا شنو هو؟ هو التوتر الكهربائي اللي كنرمزو ليه بي. ثم عندنا القيمة الأخرى اللي هي شدة التيار اللي كنرمزو لها بي إي، اللي شحال كتساوي في هذه الحالة؟ 75 ميلي أمبير. إذا هنا هادو المعطيات. لنمر مباشرة إلى السؤال الأول. السؤال الأول يقول: حدد قيمة مقاومة الموصل الأومي. قيمة المقاومة ما هو رمزها؟ إذا الرمز ديال المقاومة هو R. إذا حنا عندنا ثلاثة ديال المقادير الفيزيائية، عندنا R وعندنا I وعندنا التوتر الكهربائي U. هنا إلا بغينا نجبدو المقاومة، خصنا نجبدو أولا العلاقة التي تربط بين كل هذه المقادير الفيزيائية. ما هي العلاقة التي تجمع كل هذه المقادير الفيزيائية؟ طبعا هذه المقادير الفيزيائية ترتبط بما يسمى بقانون أوم. فهنا أنا درت تصحيح في هاد درت تصحيح في هاد الورقة أخرى. إذا شنو درت في هاد التصحيح؟ إذا لنحسب شنو الهدف ديالنا، حنا شنو غنديرو؟ باغي نحسبو R، إذا المقاومة. لكن عفوا، لكن في البداية نبدأ بقانون أوم. بعدا نجيبو بعدا العلاقة ديال القانون أوم. شنو هي العلاقة ديال قانون أوم؟ هي هذه. إذا هي U كتساوي R مضروبة في إي. لكن حنا على مدى نبحث على القيمة ديال R، على قيمة المقاومة. إذا نبحث على قيمة المقاومة R. إذا انطلاقا من هذه العلاقة خصنا نجبدو إي شحال، أولا R عفوا شحال كتساوي. يعني حنا باغين نوصلو لهاد العلاقة هذه، R تساوي U على إي. منين جبناها ممكن كذلك نعتمد على واحد المثلث اللي غالبا كنشوفوه. لاحظ معايا اننا هنا عندنا U توتر، عندنا R وعندنا E. دائما كنكتبو بهذا الشكل هذا، بحيث ان U تساوي R مضروبة في E. دائما كتكون بهذا الشكل، دائما كنديرو U الفوق و R لتحت على اليسار و E لتحت على اليمين. اذا لاحظ معايا دابا الان، الا بغينا U بحال كنغطيو هاد U هادي، ماشي كنضربو عليها وانما كنغطيوها. انا ما لقيتش باش نغطيها هنايا. اذا اش غيبقى عندي؟ غتبقى عندي R وتبقى عندي E. شنو كاين بيناتهم؟ بيناتهم الضرب. اذا اش غتساوي ليا U؟ غتساوي R مضروبة فاش؟ مضروبة في E. اذا هذه هي العلاقة اللي كتربط بيناتهم. اذا U كتساوي R في E. الان الا بغينا الان E، اذا غنغطيو هاد E هادي. اش غتبقى عندي U و R. شنو كاين بيناتهم؟ بيناتهم الكسر. وبالتالي اش غادي تكون عندي اي؟ غتكون عندي اي هي اي كتساوي U على R. جيد. ثم الا بغينا R، عندنا حنا قلنا نشدو هاد R بحال نغطيوها، اش غادي يبقى عندنا؟ غتبقى عندنا اي. شنو كاين بيناتهم؟ اذا نبدلو اللون غير باش يبان لينا مزيان. اذا شنو كاين بيناتهم؟ كاين بيناتهم الكسر. وبالتالي شنو الاي اش غتساوي؟ اولا ار اش غادي تساوي ليا؟ ار. اذا ار كتساوي يو على اي. ها، اذا هذه هي العلاقه اللي غادي نستعملو في هذه الحاله، هي هذه. اذا العلاقه ديالنا اللي غادي نستعملوها في هذه الحاله هي هذه. اذا ار تساوي يو على اي، التوتر على شده التيار. الان نعود الى التمرين ونبحث عن هذه القيم. ما تنساوش بان كنبحثوا على اي وعلى وعلى اي. اذا نرجعوا للتمرين ديال قبيله، ياك. اذا شنو عندنا؟ قلنا قبيله بان التوتر هو هذا هو U، وشده التيار هي 75 ميلي امبير. اذا الان الا بغينا نعوضوا، اش غادي نديروا؟ غادي نمشيو هنايا في بلاصه U. اذا في بلاصه U اش غادي نديروا؟ غادي نديروا 9 فولت. في بلاصه E اش غادي نديروا؟ غنديروا 75
75 ميلي امبير. مزيان، لكن حنا الا بغينا هذيك ار تخرج بالوحده العالميه، الا بغيناها تخرج بالوحده العالميه، خاصنا نحولوا جميع الوحدات اللي عندنا تما، خاصنا نحولهم للوحدات العالميه. بمعنى اجي نبحثوا نشوفوا 9 فولت، اجي نشوفوا واش 9 فولت وحده عالميه ولا لا. فولت واش عندها الفولت، اذا وحده عالميه. جيد، بالنسبه للميلي امبير، الميلي امبير هل هي وحده عالميه؟ لا، انما هي يعني من اجزاء الامبير، يعني ماشي وحده عالميه. اذا يعني خاصنا نديروا ديك 75، 75 ميلي امبير خاصنا نحولوها الى الامبير باش تولي وحده عالميه. هنا درت لكم واحد التذكير، هذا التذكير كيذكرنا بطريقة التحويل. لاحظ معايا هذا التذكير، هذا طريقة التحويل من الميلي امبير، من الميلي امبير للامبير. فإلا كان عندي بالميلي امبير بغيت نحوله للامبير، كنقسم ينقسم على 1000. ولكن إذا كان عندي الأمبير وبغيت نحول الميلي أمبير، اش كندير؟ كنضرب في 1000. هذه قاعدة بسيطة جدا. إذا مثلا في هذه الحالة شحال عندنا؟ عندنا 75 ميلي أمبير. إذا اش غادي ندير؟ خاصني نضربها أولا نقسمها. شنو في نظركم نتوما؟ إذا عندنا حنا ميلي أمبير، إذا خاصنا نقسمو. إذا كاينة القسمة هنا، إذا نشدو هذيك 75 ونقسموها على 1000، شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 0.075 امبير. اذا هذه هي القيمه اللي تخرج لنا، وبالتالي نقوم بحساب، بالحساب بكل بساطه، هذا الكسر هذا او هذه القسمه نحسبوها، 9 مقسومه على 0.075 غادي نلقاوها شحال كتساوي؟ غادي نلقاو ار كتساوي 120 اوم. وحنا جاوبنا على السؤال الاول، حيت السؤال الاول ما تنساوش ان السؤال الاول شنو كانوا طالبين منا؟ طالبين منا اننا نحسبوا قيمه المقاومه اللي هي R، وفي الاخر لقينا R تساوي 120 اوم. جيد، الان نمر الى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول نطبق بين مربطي هذا الموصل الاومي. اذا ما تنساوش هذا الموصل الاومي، يعني القيمه ديال المقاومه ديالو راه ديالو خاصه به. اذا خصنا نحافظوا على نفس القيمه ديال المقاومه. شحال لقينا؟ لقينا 120 اوم. اذا عنده R كتساوي 120 اوم، هي هذا هو المعطى الاول. المعطى الثاني قال لك توترا، قال لك نطبق بين مربطي هذا الموصل الاومي توترا قيمته 6 فولت. هذيك 6 فولت شنو هي؟ طبيعه الحال هي التوتر، اذا او الحمد لله باو. ثم السؤال شنو كيقولنا السؤال؟ احسب ماذا؟ شده التيار. شده التيار شنو هو الرمز ديالها؟ الرمز ديالها هو اي. دائما من نكون كنقرا شي تمرين، دائما هذوك الاعداد او هذوك القيم اللي عندنا تما خصنا نعرفوهم شنو هما، شنو المدلول الفيزيائي ديالهم، واش هما شدة التيار، واش هما التوتر، واش مقاومة كهربائية، وكذلك بالرموز ديالهم، وكذلك الوحدات ديالهم. مزيان، إذا الآن قلنا نطبق بين مربطة هذا الموصل الأومي توترا 6 فولت. إذا عندنا التوتر أو، وعندنا إر، عندنا أو وعندنا إر، وباغي نحسبو إي. إذا غادي نمرو للحل. إذا لاحظ معايا هنا لنحسب ماذا؟ لنحسب إي. حنا شنو باغي نحسبو؟ باغي نحسبو شدة التيار إي. دائما نبدأ دائما بلدينا، مزيان مهم هذه الجملة هذه ديال لدينا حسب قانون أوم. ليش كيقول لي قانون أوم؟ كيقول لي ودي بأن U تساوي R في E. ولكن حنا شنو باغين؟ حنا باغين شدة التيار. ما تنساوش التمرين اش كيقول؟ باغين شدة التيار. إذا شدة التيار هي هذه، إذا هذه هي العلاقة اللي غنحسبوا بها شدة التيار. كذلك هاد العلاقة هذه منين غنجيبوها؟ ممكن نعتمدوا كذلك على المثلث راه شرحتها قبيله. إذا احنا شنو باغين؟ ما تنساوش باغين اي. إذا باغين اي، إذا اينا وحدة غناخدو، غنمشيو لاي، غادي نغطيوها، اش تبقى عندي؟ غتبقى عندي اي تساوي او على ار، اللي هي هذه هي العلاقة اللي كنهضروا عليها. جيد، إذا هذه هي العلاقة اللي غادي نخدموا بها. إذا اي تساوي ماذا؟ تساوي او على ار. الان اشنو بقى لنا؟ بقى لنا التعويض فقط. اذا شحال التوتر اللي قلنا؟ ما تنساوش ما تستعملوش ليا التوتر الله يرضى عليكم اللي قلنا، اللي استعملنا في السؤال الاول. لا، لان هنا شنو قال لنا؟ وشنو قال لنا في السؤال الثاني؟ قال لنا توتر اخر 6 فولت ماشي 9 فولت. ها، اذا ماشي هذا اللي غنستعمله، وانما هذا 6 فولت لان توتر جديد. قيمه المقاومه بقى نفس القيمه ديال المقاومه، لان المقاومه عندها علاقه بالموصل الاومي. بما اننا ما بدلناش الموصل الاومي، اذا راه غتبقى نفس القيمه. جيد، اذا التوتر هو هذا، قيمه التوتر. وحنا شنو باغين؟ باغين شده التيار. اذا نعود الى الحل ديالنا. اذا لاحظ معايا التوتر شحال قلنا؟ 6 فولت. وشحال قيمه المقاومه؟ قلنا ما غاداش تغير، هي اللي حسبناها في السؤال الاول. السؤال الاول شحال لقينا فيه؟ لقينا 120 اوم.
هنا خصنا نطرحوا التساؤل، واش عندنا الوحدات عالمية ولا لا؟ الفولت وحدة عالمية؟ نعم وحدة عالمية. والأوم هل هي وحدة عالمية؟ نعم وحدة عالمية. إذا ما نحتاجوش التحويلات، وبالتالي يكفي أننا نحسبوا هذا الكسر، هذا القسمة هذه. مني غادي نحسبوها غادي نلقاو شحال، غادي نلقاو بأن شدة التيار كتساوي لي 0.05. غتبقى لنا الوحدة. شنو هي الوحدة ديال شدة التيار؟ غتقول لي واش وحدة عالمية ولا ماشي وحدة عالمية. بما أننا استعملنا الوحدات العالمية هنا، إذا حتى بالنسبة لشدة التيار خاصها تخرج بالوحدة العالمية. وشنو هي الوحدة العالمية ديال شدة التيار؟ هي الأمبير. إذا وبالتالي في الأخير شحال لقينا؟ قيمة شدة التيار بالنسبة لينا حنا هي 0.05 امبير. وما ننساش الوحدات، الله يرضي عليكم، الوحدات راه مهمين في المادة ديال الفيزياء. الآن نمر إلى السؤال الثالث والأخير. عفوا، إذا ثالثا نطبق بين مربطي هذا الموصل الأمي توترا U. لاحظ معايا أننا أعطونا الرمز ولكن ما أعطوناش القيمة ديالو. هذا دليل يعني نخدموا غير الدماغ ديالنا ونعرفوا بأن السؤال راه هو أننا خصنا نجبدوا ديك U بينا. فيمر فيه تيار شدته ماذا؟ 36 ميلي أمبير. إذا هنا هذه اش غتكون؟ غتكون هي اي شدة التيار. حدد قيمة التوتر او المطبق بين مربطيه. على من كيهضروا؟ بين مربطي ماذا؟ مطبق بين مربط الموصل الأمي. أي موصل أمي؟ هذا الموصل الأمي. يعني أشنو هي القيمة ديال المقاومة ديالو؟ هي 120 أوم. إذا دائما ما زلنا نستعمل القيمة ديال المقاومة ديالو اللي هي 120 أوم. اتونسيون لهذه القضيه هذه، لان دابا شنو ولا عندنا؟ شنو هما المعطيات دابا اللي عندنا؟ عندنا شده التيار هي 36 ميلي امبير، وعندنا قيمه المقاومه اللي هي حسبناها قبيله اللي هي شحال؟ 120 اوم. مزيان، اذا نمر الى الحل. اذا لاحظ معايا هنا ثالثا لنحسب التوتر. احنا باغيين نحسبوا التوتر، مزيان، حسب قانون اوم كذلك. احنا شنو باغيين نجبدوا؟ احنا باغيين نجبدوا التوتر. وعندنا ماذا؟ عندنا قيمه المقاومه، عندنا شده التيار. اذا خصنا نقلبوا على علاقه اللي كتجمع بينات هاد المقادير الفيزيائيه بثلاثه بهم. شنو هي هذه العلاقه اللي كتربط بيناتهم؟ وهي قانون اوم. اش كيقول لي قانون اوم؟ قانون اوم كيقول لي بان يو تساوي ار مضروبه في اي. بكل سهوله احنا شنو باغيين؟ واش باغيين يو ولا باغين ار ولا باغين اي؟ باغين او، باغين التوتر الكهربائي. واش نحتاج ندوزو شي ار هنا ولا اي هنا ولا الى اخره؟ لا، انما نخليو العلاقه كما هي. اذا نخدمو القانون اوم كما هو. شحال قيمه المقاومه؟ قلنا كنستعملو نفس الموصل الاومي، والموصل الاومي شحال لقينا المقاومه ديالو؟ 120. احنا حسبناها قبيله، لقينا 120. اذا هايا ار كتساوي 120. وشحال شدة التيار؟ واش غادي نمشيو نخدمو حنا بهاد القيمة ديال شدة التيار؟ لا، هذه في نفس السؤال الآخر. غتقول لي يا أستاذ علاش ما نستعملوش هذيك شدة التيار؟ وانتيا في هذا السؤال الأخير هنايا غادي تستعمل القيمة ديال المقاومة اللي هي 120 اللي حسبناها في السؤال الأول. علاش غادي تستعمل قيمة المقاومة قديمة وما غاديش تستعمل شدة التيار القديمة؟ غادي نقول لك بان هما عطاونا شده التيار جديده في السؤال الاخير، عطاونا 36 ملي امبير، ولكن قالوا لينا هذا الموصل الام، قالوا لينا يعني التوتر بين مربطي هذا الموصل الام، شده التيار مار في هذا الموصل الامي، يعني هذاك اللي استعملنا قبل، يعني هما كيرجعونا للقيمه اللي قبل اللي هي 120 اوم. اذا الان شنو قلنا؟ قلنا باننا غادي نعوضوا اغ بالقيمه ديالها اللي هي 120 اوم، وغادي نعوضوا القيمة ديال شدة التيار اللي هي شحال؟ اللي هي 26 ميلي أمبير. لاحظ معايا، واش هنا الأوم وحدة عالمية؟ لا. نعم وحدة عالمية. إذا الأوم وحدة عالمية. إذا نخليوها بالنسبة هنا قلنا الأوم وحدة عالمية، إذا الأوم وحدة عالمية، ولكن الملي امبير ماشي وحده عالميه. داش خصنا نديرو ليها؟ خصنا نحولوها من الملي امبير نحولوها للامبير، نفس الطريقه اللي درنا قبيله. تذكروا معايا هاد التذكير هذا اللي درنا قبيله. اذا هاد التذكير هذا، اذا شنو قلنا؟ الا بغينا نحولو من الملي امبير للامبير اش خصنا نديرو؟ خصنا نضربو اولا نقسمو، خصنا نقسمو على 1000. اذا نرجعوا للعلاقه ديالنا. اذا اش غنديروا لهاد 36 ميلي امبير؟ اش خصنا نديروها؟ خصنا نقسموها على 1000. ملي غنقسموها على 1000 اش غادي تعطينا؟ غادي تعطينا
0.036 امبير هذه المره الوحده العالميه. اذا لاحظ معايا عندي هنايا امبير وحده عالميه وعندي الاوم وحده عالميه، وبالتالي التوتر باش غادي يخرج ليا بطبيعه الحال غادي يخرج بالوحده العالميه. اذا اش غندير؟ يكفي انني نشد هذا العدد ونضربه في هذا العدد، وفي الاخر تخرج ليا 4.32 اش فولت اللي هي الوحده العالميه، وبالتالي في الاخير توصلنا الى قيمه التوتر الكهربائي. لاحظ معايا ان في هذا التمرين هذا حاولت انني في كل سؤال يكون يعني مجهول مختلف. لاحظ معايا في السؤال الاول السؤال الاول كان عندي المجهول شنو هو، هو قيمه المقاومه اخ. ثم في السؤال الثاني شنو هو اللي كان مجهول بالنسبه لنا؟ شده التيار اي. ثم في السؤال الثالث شنو هو اللي كان مجهول عندي؟ هو التوتر. اذا لاحظتوا تلقاو بان كل سؤال كندير لكم مجهول مختلف. فهاد التمرين هذا هو بسيط جدا، نقدروا نسميوه يعني يكون غير تمرين تطبيقي، يعني هو تطبيق مباشر للعلاقات اللي شفناها في الدرس.